الكالزوني من الحاجات المظلومة شوية في المطبخ الإيطالي، بحس إن هو دايما على المنيو الناس متجاهلاه كده، وتروح ناحية البيتزا مع إنه حلو زي البيتزا بالظبط. هو اتعمل أصلا للناس اللي بتحب البيتزا قوي لدرجة إن هي عايزة تاكلها طول الوقت حتى وهي ماشية في الشارع، فإزاي هتمسك سلايس بيتزا كبيرة وأنت ماشي في الشارع مسي وبهدل الدنيا؟ فالحل البديل إن إحنا نطبق البيتزا على بعض وتبقى الحشوة جوه والعجينة من تحت مقرمشة ومن فوق فلافي، ويطلع عندنا الجمال اللي انت شايفينه ده. لما بيتعمل صح بيبقى طعمه فعلا رهيب، خصوصا اهم حاجه العجينه تكون حلوه والحشوات نقدر ننوع فيها زي بالظبط ما بننوع في التوبينجز اللي بتتحط فوق البيتزا. تعالوا نبدا على طول بالطريقه. اول حاجه المكونات بتاعه العجينه نفسها اللي هي المكونات البيزك خالص بتاعه عجينه البيتزا. هنحتاج دقيق، هنزود عليه ملح. كل الكميات هحطها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، بي لو عايزين تعملوا كام واحده تعملوا عجينه قد ايه، عشان يبقى الموضوع عليكم اسهل وتمشوا على المقادير بالظبط على حسب العدد اللي انتوا عايزين تعملوه. بعد ما زودت الملح على الدقيق هاخد ميه دافيه وهدوب فيها الاول معلقه صغيره من السكر، وبعدين هزود الخميره الجافه. ما كترتش من السكر قوي، رشه صغيره بس عشان تنشط الخميره، وبعدين هزود شويه زيت زيتون. حاولوا تستخدموا زيت زيتون طعمه حلو وجودته كويسه، لان هو اللي بيدي طعم حلو كده للعجينه. نحط شويه في العجينه ولما تطلع من الفرن هندهن عليها شويه كمان زيت زيتون. مع اي اكله ايطاليه زيت زيتون طعمه حلو بيفرق كتير. هضيف بقى المواد السائله اللي انا خلطتها مع بعض دي على الدقيق والملح وهقلب وابتدي اعجنها. لو عندك ستاند ميكسر ممكن تعجنوها بيه زي كده، او لو هنعجنها بالايد نتاكد ان احنا عجناها وقت كافي لحد ما تبقى العجينه ناعمه خالص. هطلعها اشكلها كوره واغطيها واسيبها في مكان دافي كده تخمر تقريبا ساعه لحد ما يبقى حجمها الضعف. وهي بتخمر بقى تعالوا نعمل الصلصه. الصلصه طبعا بما ان المكونات بسيطه عجينه وصلصه فلازم كل واحده تبقى معموله حلو وطعمها مظبوط جدا. انا هستخدم الطماطم سان مارزانو المعلبه لانه ده احسن حاجه موجوده عندي. ممكن تستخدموا طماطم فريش لو كانت في السيزون وشكلها حلو ولونها حلو كده. اخدت طاسه حطيت فيها الاول معلقتين زيت زيتون، وبعدين هزود عليهم حاجة اختيارية اللي عايز يحطها يحطها. انا بحطها تقريبا في كل صلصة ليها علاقة بالبيتزا او الكالزوني زي اللي احنا بنعملها دي، بحط واحدة او اتنين من الانشوفيز او سمك الانشوجة، علب صغيرة بتبقى موجودة جنب علب التونة والسردينز والحاجات دي. هي بتضيف طعم حلو قوي من غير ما يبقى قوي قوي في الصلصة، يعني مش هتخلي طعمها سمك لو حطيت واحدة بس او اتنين، وبتخلي طعمها حلو جدا. زودت كمان حوالي 3 فصوص كبار من الثوم فرمتهم ناعم وهقلبهم لحد ما يبدا الانشوفيز والثوم يستوي كده شويه، وبعدين هزود الطماطم. انا ضربتها في الخلاط بما ان الطماطم اللي انا مستخدماها ما كانش عليها اي اضافات، هي طماطم كامله معلبه بس، فضربتها بالخلاط لحد ما بقت ناعمه كده. هقلب كل حاجه مع بعض وهضيف شويه التوابل، يعني حطيت ملح، رشه فلفل اسود، ورشه صغيره من الاوريجانو، واخر حاجه احط كام ورقه من الريحان برضو بتدي لصلصه الكالزوني او البيتزا ريحه وطعم حلوين جدا. ممكن تستخدموه طازه يبقى احلى لو موجود عندكم، او تستخدموه مجفف. هقلبهم مع بعض وههدي النار واسيب الصوص يستوي كده لحد ما يتقل والقوام بتاعه يبقى سميك شويه. بعد ما العجينه بتاعتي خمرت هقسمها بقى للحجم اللي انا حباه. النهارده انا عملت الكالزونز اللي انا عملتهم عملاقين شويه، اللي عايز يعملهم حجم صغير بحب ساعات كمان اعملهم صغيرين قوي وبعد ما يبردوا اشيل شويه منهم في الفريزر ويطلعوا يتسخنوا كده لما يكون الواحد مكسل يعمل حاجه او مش عارف ياكل ايه. فقسموهم على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، انا عملت 4 كبار، ممكن تقسموا كمان 6 8 على حسب الحجم. بعد ما بقسم كل كوره بغطيها وبسيبهم يرتاحوا تاني كمان شويه قبل ما نفردها بقى ونحط جواها الحشو. مش هنطول قوي المره دي، يعني حوالي 20 دقيقه على ما تسخن الفرن ونجهز الاضافات اللي هنحطها جوه بيكونوا بداوا يتنفخوا شويه. نجهز بقى الاضافات اللي ممكن تتحط جواها. كل الحاجات اللي بتتحط على البيتزا ينفع تتحط جوه الكالزوني، اي حاجه ما بتطلعش ميه كتير عشان هي الميه ملهاش مكان تتبخر فيه قوي. بنحاول نحط حاجات ما فيهاش ميه كتير زي الطماطم او الحاجات دي. بشرت جبنه موتزاريلا وشويه من ممكن تحطوا سلامي، بيبروني، فلفل، زيتون، الاضافات اللي انتوا بتحبوها. باخد اول قطعه عجينه افردها زي الدايره.
وهنحط الحاجات الحشوة بتاعتنا في النص بس عشان نقفل عليها. نخليهم كلهم في النص كده، وبعدين نقفل النص التاني على العجينة، نسيب الطرف ونقفل الاتنين على بعض ونضغط كويس علشان الكلزوني بيحب يتفتح كده في الفرن، فعشان ما يفتحش مننا نتأكد ان احنا لازقينه من الاطراف في بعض كويس قوي. قبل ما يدخل على الفرن بقى يستوي، ممكن ندهن الوش بتاعه بشوية مسحة زيت زيتون، في ناس بتحب تحط كمان بياض بيض علشان يخليه بيلمع كده، وممكن ما ندهنوش بأي حاجة خالص، ندخله زي ما هو كده، ولما يطلع نمسحه بمسحة زيت زيتون تخليه بيلمع وتخلي ريحته وطعمه حلوين. خطوة كمان بحب أعملها علشان البخار عشان ما يتنفخش قوي ويتفتح مننا، إني بعمل بسكينة حادة أو بموس فتحات كده في العجينة علشان يطلع منها البخار الزيادة. زي ما قلت لكم قبل كده، العجينة لما بتستوي على درجة حرارة عالية مدة قصيرة بتطلع أحلى، تبقى مقرمشة كده وفي نفس الوقت ما بتنشفش قوي مننا وبيبقى طعمها حلو قوي. عايزين ندخله على فرن متسخن لدرجة حرارة عالية، نسيب الفرن يسخن قبلها يعني حوالي 250 مئوية، وبما ان الفرن سخن قوي مش هتاخد وقت كتير قوي في الفرن، يعني اخدت مني انا بالظبط 6 دقايق. انتوا خلوا عينكم عليها علشان تشوفوا اللون من تحت بقى لونه ايه، ولو محتاجين تفتحوا الشواية من فوق تاخد لون خفيف برضو ممكن نعمل كده دقيقة او حاجة ونخرجها. اقترح انك تسيبوها تبرد شويه صغيرين، بس يعني اعتقد انه صعب، الريحه والطعم بيبقوا حلوين جدا، العجينه زي ما انتم شايفين واخده قرمشه كده، والكراست من تحت في كريسبي شويه بسبب ان الفرن كان سخن قوي، وفي نفس الوقت العجينه مش ناشفه، طريه جدا وفيها المضغه الحلوه بتاعت عجينه البيتزا دي، ما هياش عجينه الفطاير القطنيه الهشه اللي هي ما فيهاش اي مضغه دي، لا فيها مضغه كده الحلوه بتاعت العجينه، عجينه البيتزا الايطاليه. اللي انا عملته النهارده زي ما انتم شايفين طالعين كبار، ممكن يتعملوا بأحجام أصغر، طريقة تقديمهم في ناس تاكلهم زي ما هم كده، ممكن نحط على الوش كمان إضافات، يعني حتى بعض أماكن البيتزا في إيطاليا بعد ما بتحط الحشوة كمان بيحطوا شوية صوص وإضافات توبينجز زي بتاعة البيتزا من فوق قبل ما تدخل الفرن، أو تحطوا طبق فيه كمان شوية زيادة من الصوص أو صلصة الطماطم اللي احنا عاملينها علشان اللي عايز يقطع من الكلزون ويغمس زيادة في الصوص كمان. طعمهم وريحتهم كانوا حلوين جدا، حتى ما جاتش فرصة ان انا اقعد اصور فيهم لانهم متقطعوا وبتاكلوا على طول. بالهنا والشفا مقدمة لكل اللي هيجربها، واشوفكم تاني على خير قريب، وباي باي.